من محافظة الجيزة في البداية تنضم إلينا زميلة سارة عبد الله مراسلة أكسترا نيوز، كما أيضا سينضم إلينا من محافظة سوهاج أحمد الأفيوني مراسل أكسترا نيوز. أبدأ معك سارة، يعني ضعينا في الصورة وانقلي لنا يعني ما هي حالة الطقس الآن وحركة السير في محافظة الجيزة. صباح الخير يا فيروز، صباح الخير على السادة مشاهدي قناة إكسترا نيوز. بنضم لك الآن كما ذكرتي من محافظة الجيزة وبالتحديد في شارع مراد، وهو شارع رئيسي بمحافظة الجيزة، يعني يصب في ميدان الجيزة للمتجهين نحو الهرم وثم الرماية ومنطقة أكتوبر أو أكتوبر يعني، والمنطقة الأخرى المتجهة نحو أحي العجوزة والمهندسين ووسط القاهرة. أقف معك الآن من هذا الشارع، يعني هذا من الشوارع الحيوية جدا في محافظة الجيزة، فكمطرين الشمس سطعت مرة أخرى قرب انتهاء أو انقشاع موجة الطقس السيء التي اجتاحت البلاد. حسب إعلان هيئة الأرصاد الجوية أمس أن اليوم يعني سيكون يعني قرب انتهاء هذه موجة الطقس السيء، فيعني هناك تراوح ما بين غياب الشمس ووجودها في هذه الأثناء، لذا الطقس معتدل ومستقر بشكل تام في هذه المنطقة. أما عن حركة السير والمرور فيعني كما تشاهدين فحركة السير والمرور تسير بشكل طبيعي جدا، هناك سيولة مرورية كبيرة في محافظة الجيزة على كل في كل الأحياء وعلى كل الاتجاهات في الشوارع المختلفة. يعني ايضا ربما لو احدثك عن حركه سير المشاة فهي يعني تعتبر ضعيفه، ليست بالقويه نظرا لتعطيل الدراسه يا فيروز كما ذكرتي، وايضا يعني يوم السبت ليس من الايام التي تشهد ازدحاما شديدا في الشوارع. يعني بالطبع انت تعلمين ان هذه المحافظه كان لها استعداد نصيب كبير من الاستعدادات لمواجهه هذا الطقس السيء، لذا الامور مستقره بشكل كبير في محافظه الجيزة، ولا سيما الشوارع الجانبية أيضا تشهد استقرار كبير في سواء في تجمعات المياه أو سواء في حركة المرور أو حركة المشاة أو المواطنين، يعني المواطنين بشكل عام يعني يسيرون بشكل طبيعي إلى أشغالهم أو إلى يعني الأمور التي يريدون أن يكونون بها في هذا التوقيت. يعني أدق التفاصيل هنا من عندي من محافظة الجيزة يا فيروز، لكن سأوفيك بالتفاصيل أولا بأول على مدار اليوم. الزميلة سارة عبد الله مراسلة إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من محافظة الجيزة.